260 كيلو في شهرين، الكلام ده مش صحيح. لما جيت اتكلمت بقى بيني وبينه ما يدعي عن الاعلام والميديا، قلت له يا دكتور طب ايمان تنزل شويه في وزنها؟ قال لي شيماء انت فاكره ايه، هي كبرها هتنزل 50 او 60 كيلو في سنه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل بني ادم بيتاجر بارواح الناس دي، بني ادم مريضه لا حول ولا قوه.